بضاع الجول عايز يجيب جول فهو بيجيب جول طب بص الجول بتاع امبارح يعني بدل ما خد بالك لك الحاجه وقال اي حد <applause> الفينشنج بتاعه هيبقى في الناحيه الثانيه لكن هو طبعًا لمح حارس المرمى دي ودف رؤيه معناه اللي جلده. هو شاف قبل ما يسدد الجول خلاص البور. خد خبرات مم. خد بالك يعني خد خبرات وخد ثقه وخد هدوء رغم ان في واحده انفراد كان نفسي إن هي آه. لكن برضو ايه طبيعي ان انت ممكن تضيع لكن محمد صلاح تحس ان هو في اي وقت له خطوره هو أم. تحس انه مهم جدا في ليفربول لو تشال من ليفربول تحس ان الدنيا برضه فيها حاجه مش مظبوطه او مش بنفس القوه خصوصا في الشق الهجومي صباح. والسرعات اللي طبعاً الكره بيستغل طبعاً سرعته ما شاء طبعاً الله يعني خد بالك ما هو, ما هو يعني انت بتتكلم في خطه بتتعمل على محمد صلاح ولا ده مش صح, صح. لا بتتعمل وبتنجح فطالما بينجح بالطريقه دي فبيشتغل طيب أه طالما قلنا محمد صلاح السؤال المتداول من البعض انا بقى السؤال مش عايز اقول بقى عداء نجاح والكلام دوت خليني احط السؤال في سياقه ليك كنجم كبير اوي محمد صلاح النهارده الناس بتقول لك مع ليفربول مستويات معينه وبيقدم مستويات كبيره وهداف الدوري وصناع اكتر واحد بصناعه الاهداف 150 هدف مع ليفربول في اربع سنين عدد كبير ده ومع منتخب مصر مفيش نفس الاهداف ونفس الـ هو محمد صلاح في ليفربول ما بيلعبش لوحده م. صح طريقه وتكتيك واسلوب لعب متغير تماما عن الطريقه والتكتيك اللي انت بتشتغل بيه هنا م. محمد صلاح او او اللعيبه كلها في لينك معروف الكره بتتعمل فين انت فاهم التحرك ازاي الشغل ازاي فطبيعي انت بتشتغل على هذا م. الاساس ممكن يكون هنا في منتخب مصر مش بنفس الاسلوب اللي بيلعب بيه هناك م. فبيختلف هنا الاداء فاهمني فده بحي. طبيعي م. مش هتلاقيه هو وخد بالك برضو محمد صلاح لما بيلعب في المنتخب بيبقى عليه رقابه غير بيفضي الناس تانية م. غير في ليفربول يعني برضو مع احترام انت عارف ان الكوره بره ما فيش حد ممكن يتمسك مان، انت شفت حد بيتمسك مان بره؟ لا. لا انت ممكن هنا في منتخب مصر محمد صلاح يحط عليه واحد. انا عايز اقول لك على حاجه حتى في طريقه اللعب <applause> آه ليفربول لما تتفرج مش لازم صانع الالعاب هو اللي يحط الكوره في مساحه فاضيه. ده الديفندر بيمسك في مساحه فاضيه ناحيه صلاح وبيحطها طبعاً. هو مغمض ما انا بقول لك هو سيستم لعب مم. هو حافظين اللعب مم. هنا م... هنا معلش للاسف لا سيستم اللعب بيتغير ممكن يكون مش محفوظ ممكن ما فيش لينك بينه وبين اللعيبة التانية فخد بالك انت يعني الكره دي بالنظر انت ممكن تفهم انا اتحرك ازاي في في حاجات ممكن يعملها تلاقي الناس ما اتحركتش في حاجات هو ممكن يتحرك ما تتلعبش التوقيت ذات نفسه مهم هو في ليفربول لقى التوقيت مع اللعب تحس ان هما الاثنين متناسقين فانت بيشتغل على هذا الاساس فبتجي الكرة الكوره فبيجيب هنا لا وبعدين يعني ممكن سنه شويه ان هو برده ايه يعني بيقلق برده من حته الاصابه خلينا يعني بس بنسبه بسيطه يعني عشان برده ما شككش في حاجه لكن ممكن يكون بنسبه بسيطه